واحذر ماذا كان يقصد السيد المسيح له المجد وهو على الصليب بعبارة أنا عطشان وعبارة قد أكمل. عبارة أنا عطشان تدل على أن طبيعته البشرية طبيعة كاملة في كل شيء، ممكن تتعب وتجوع وتعطش إلى آخره، وتدل أيضا على أن اللاهوت لم يتدخل لحماية الناسوت لا من التعب ولا من العطش ولا من الألم ولا حاجة. وأيضا تدل على أنه ما بيقول أنا عطشان على أن جسمه اتصفى من المية اللي فيه بالعرق الكتير اللي نزل منه سواء في بستان جثيماني او في المشاوير الكتيرة اللي مشيها او في التعب او في الجلد او في الصلب الاخر. فانا عطشان يعني جسمه اصبح فعلا في حاجة الى قليل من الماء. وعبارة قد اكمل يعني خلاص تمت كل النبوات من جهة، وتمت الآلام من جهة، وتم دفع الخطية من جهة أخرى، فقال قد أكمل.